فاضل فنان شعبي معروف كيعرفوه جميع الناس في الحومة هنا في بورغون. واحد السيد اللي ما غنشكروش قدامك، سيد الله يعمر ليه الدار، ولد الناس، ولد الخير، كان كيتعامل مع اي واحد هنا في يعني في الكارتي هنا خاصه شي حاجه كيجي عند سي محمد انه يعاونو. الدراري كاع اللي كيبغي شي حاجه كيلتجئ ليه، والله يرحمو هاد الناس اللي تعداو عليه، الله ياخذ فيهم الحق. فضيل راه خويا مرنا ما يعني شنا فيه شي حاجه خايبه، يعني من اوله هو رجل كريم وسخي وكيدير المعروف مع الناس وفي ما مشى كيقضي الغراض، وحنا كاع كنا عزازين عليه. حاصل هو الصغير وبحال هو خونا الكبير، يعني كان طيب وكان يعني رجل متواضع وفي كل الصفات فيه. اخشي حنا ما مشناش بعينينا من الناس كيقولوا ان هذاك السيد اللي وقع ليه معاه الجريمه كان غير انه كيجي للدار كيصوب ليه البارابور، فهمتيني، ان تكنيسيان كيصوب ليه علاقه ديال انه كيصوب ليه بورتابل ولا لا خاصه شي حاجه في الدار، وكان كيتعامل معاه مزيان. وهما الفكره جو بونس الفكره اللي كانت عندهم انهم النيه ديال السرقه، انهم قتلوا عند السيد صاحبو على اساس باش يجيو هنا للدار على اساس باش يسرقوا. القيشه اللي جاوا للدار سمعت انا ان لقاو الاخت ديالو وصافي كذبوا عليه واحد الكذبه، قال لي عطي صيفطنا السي محمد باش ناخذ التليفون وصيفطي ليه ما عرفت البسطام ولا ما عرفت شنو هو. نجي عنده في مجلس عنده تيفرح صاحبي يا ماما. مانقدرش نقول لك نوصف لك شنو، مانقدرش نوصفه لك، واخا نقول لك تما مانقدرش نوصف لك معزو، مانقدرش نوصف لك كيفاش يتعامل معنا. وحنا جينا تبعنا من اسفي بحال ماتينا خونا، بحال ضاع علينا شي واحد من ولادي، بحال ضاع علينا، المهم ما نقدرش نوصف لك كيف معزو كيفاش. والحمد لله الله بغى عزو، ما عندنا من نديرو، اش من نديرو، انا اكثر من خويا، اكثر من صديق ديالي، اكثر من خويا، اكثر من عائلتي، معزتو معزت ولدي، والحمد لله ما عندنا من نديرو. الله ما نسمحوش هذاك اللي دار لي هذاك الشيء، ما نسمحوش ليه هادشي غصبو، ما نسمحوش ليه هادشي اللي بغيت نقول لك اختي. والوفاة ديالته جاتنا على بغتها، ما عالمين ما ظانين، تسمعنا مات يعني تفاجئنا. لا قال لك راه مات السيدة، ملي تفاجئنا قال لك راه مات مقتول. هادشي اللي علمنا عليه، واللي دار لي هادشي الله تبارك هيا ياخذ فيه الحق. هذا ما كان